يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. وصل الكرام وإن رموك بجفوة فالصفح عنهم بالتجاوز أصوب. فدع الصبا فلقد عداك زمانه وازهد فعمرك مر منه الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب. دع عنك ما قد فات في زمان الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. واذكر مناقشة الحساب فإنه لابد يحصي ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاهٍ تلعب. والروح فيك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. والليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب. وجميع ما خلفته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب. تبا لدار لا يدوم نعيمها ومشيدها عما قليل يخرب. فاسمع هديت نصيحة أولاكها بر نصوح للأنام مجرب. صاحب الزمان وأهله مستبصرا ورأى الأمور بما تؤوب وتعقب. لا تأمن الدهر فإنه ما زال قدما للرجال يؤدب. وعواقب الأيام في غصاتها مضض يذل له الأعز الأنجب. فعليك تقوى الله فالزمها تفز. فعليك تقوى الله فالزمها تفز. إن التقي هو البهي الأهيب. واعمل بطاعته تنل منه الرضا. إن المطيع له لديه مقرب. واقنع ففي بعض القناعة راحة. واليأس مما فات فهو المطلب. فإذا طمعت كسيت ثوب مذلة فلقد كسي ثوب المذلة أشعب. وابدأ عدوك بالتحية ولتكن منه زمانك خائفا تترقب. واحذره إن لقيته متبسما فالليث يبدو نابه إذ يغضب. إن العدو وإن تقادم عهده فالحقد باق في الصدور مغيب. وإذا الصديق لقيته متملقا فهو العدو وحقه يتجنب. لا خير في ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتلهب. يلقاك يحلف إنه بك واثق
وإذا توارى عنك فهو العقرب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. وصل الكرام وإن رموك بجفوة، فالصفح عنهم بالتجاوز أقرب. واختر قرينك واصطنعه تفاخرا، إن القرين إلى المقارن ينسب. واخفض جناحك للأقارب كلهم بتذلل، واسبح لهم إن أذنبوا. ودع الكذوب فلا يكن لك ناصحا، ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا. إن الكذوب يشين حرا يصحب. وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثرة في كل ناد تخطب. واحفظ لسانك واحترز من لفظه، فالمرء يسلم باللسان ويعطب. والسر فاكتمه ولا تنطق به، إن الزجاجة كسرها لا يشعب. وكذاك سر المرء إن لم يطوه، نشرته ألسنة تزيد وتكذب. لا تحرصن، فالحرص ليس بزائد في الرزق، بل يشقى الحريص ويتعب. ويظل ملهوفا يروم تحيلا، والرزق ليس بحيلة يستجلب. كم عاجز في الناس يأتي رزقه رغدا رغدا، ويحرم كيس ويخيب. وإذا أصابك نكبة فاصبر لها، من ذا رأيت مسلما لا ينكب. وإذا رميت من الزمان بريبة، أو نالك الأمر الأشق الأصعب، فاضرع لربك إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقرب. كن ما استطعت عن الأنام بمعزل، إن الكثير من الورى لا يصحب. واحذر مصاحبة اللئيم.